چونکو ئەمە پێشێ کنیەکێک لە شەرتەکانی ڕاوی عەدالەتە لە تەعریفی عەدالەتیشدا کوتن دەبێ لە گوناهی کەبیرە دووری بکرێ پس ئەگەوا بێ لازمە لێرە خودی گوناهی کەبیرە تەعریفەکەی بزانین کە بەچی دەڵێن بەنیە جا وەختی بە سەبەب دووری کردن لە گوناهی کەبیرەیە کە ئینسان دەتوانێ عەدالەت پەیدا بکات گناهی کبیره تعریف که چونم چوار تعریفی بو هینا و دیره بانه دواش دید چند دانه لگناه کبیره مهم مکان بازده کرد ولا وقد اضطرب فی الكبیرتی فی الكبیرتی پریشانی و اختلاف لباره تعریف کردنی گناهی کبیره ده بانه چوار تعریفا دینه توا فقیل هی ما توعید علیه بخصوصه فی الكتاب او سنتی بعض کتویانا گناهی کبیره با گناهی که دلن که بخصوصی وعده خراب درابه لباره ویده لباره گناهه که دا وعده خراب درابه بخصوصی لقرآن یا لسنت دا او گناهی کبیره با وی دلن حالی بون چونه؟ او تعریفه او تعريفه تعريف اكثر علماء وانيا تعريفه دوما كسيا وقيل هي ما فيه حد تعريف دوام جناه كبيره اويا هي ما فيه حد جناه كبيره بهر جناه كذا ان كان حد شرعي بودان درابه مثلا اول الزنا حد بودان دراوه وانيا سرقه ذكردن وانيا اجل لربع مثقال وسره وبيت وانيا او حدي بودان دراوه پس گناهي كبيره هر گناهي كي كان حدي بود حدي شرعي بودان درابه او گناهي كبيره اوش تعريف دوام كان فقهاء زياتر ميلان بولايو تعريف دوام هي قال الرافعي وهم الى ترجيح هذا اميلوا امام رافعي دوام فقهاء كل علماء نها فقهاء فقها بولاي ترجح داني او تعريف دوامايا زياتر ميل نشان ددن زياتر ميل ينهايا ادي تعريف اولك والاول ما يوجد لأكثرهم وانيا بلام تعريف اولك يعني فقها زياتر تعريف دوامك ترجح ددن يعني زياتر ميل ينهايا بويك تعريف دوامك ترجح بدن وانيا بلام تعريف اولك تعريفك ك دبندريت بو اكثر فقهاء يعني اكثر فقهاء تعريف الدوام تعريف اولك دين وانيا بلام زياتر بو ترجح داني تعريف دوامك ما نشان لدن تعريف دوامك ان تي راجح بيت حاليبون سونا جا وهو الاوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر او تعريف اولك موافق ترى دقل شتيكي كعلماء باسيا كردوا لوقت شمارش كردني قناها كبيرة كان دا وانيا كم تعريف موافق ترى دقل شمارشي قناها كبيرة كان تعريف اولك بو شون اما بعض قناها كن هيكا بعض جناهك كبيرا هيك قطعا جناهي كبيرا لحالك ده تعريف الدوا مكانان قريتوا شنكو حد شرعيا بودا ندراوا وكو مثلا ربا وكو مثلا خواردني مال يتيم وانيا عقوق والدين نافرماني لوالدين حالي بون سونا دبا شرعا اوانا نافرمانی لوالدین خواردنی مال یتیم ربا خواردنی ربا او نه هم یان گناهی کبیرن ده حالت ده تعریف دو مکنان گریته و چون حد شرعی هم بودن نداره و خو کس که ربا بخورد خدا شلا قوانی ل ندن حالی بون سونا حد شرعی بودن نداره
پس تعریف اول که موافق ترم لگل شتی که کتویان لوقتی شمارش کردنی گناه کبیر کند. تعریف اول لگل شمارش کردنی گناه کبیر کن موافق ترم. استوری با یعنی اختلاف پریشانی هیا لتعریف گناهی کبیره دا اختلاف هیا بانی ها او دو قول تا ایره که هر دوکیانی با هر دوکیانی بقیل نیو بردوا وقال الاستاد ابو اسحاق الاسفراینی والشیخ الامام والد المصنفی هي كل ذنب وانيا ايدي نجاتي انا ايدي كنت انا بهذا اختلافي ناوز ابو اسحاق السفراني وباوكي مصنفي كنت انا والله كل جناه جناه كبيره نعم هر كل جناه وانيا شو كاترين جناه شر جناه كبيره ونفى الصغائر گناهی صغیر کانی نفی کردو تو. کانی گناهی صغیر نیفو. هر کلی گناهی گناهی کبیره. هنیا. باشه. بچ دلیل کتیانه کلی گناهی کبیره. نظرا الى عظمت من عصی به عز و جل و شدت عقابه. کتیانه کلی گناهک کبیره و گوره. به نظر بولای عظمتی او کسایی که به وسیله گناهک نافرمانی دکره لوی و به نظر بولای شدت عقابی او کسایی که نافرمانی لی دکره به نظر که اویش خدایا اگه چاولا عظمتی بکن و چاولا شدت عقابی بکن پس کل گناه کبیره و گوره یا مانی او پس کل گناه کبیره یا وانيا ادي باشا اما وقتي تعريف عداله دا بتسلبكن اخا كنت لتعريف عداله دا كنت دبي لكبائر دوري بكري لصغائر خستيش وانيا بس وقتي اما دبي لتعريف كذا اوابل لتعريف عداله دا وعلى هذا يقال في تعريف العداله بدل الكبائر وصغائر الخستي أكبر الكبائر وكبائر الخسة يعني لتعريف عدالة دابنا بو تعريف السيومية كوالدي مصنف أو نكتويانا دابنا تعريف عدالة دابجي كبائر الصغائر خسة بجي كبائر بلين أكبر الكبائر دابي دوري لبكري بجي الصغائر خسة دابي بلين كبائر خسة دوري لبكري دبه اکبر الكبائر دوریان لی بکرین کبائر خستش دوریان لی بکرین وانیا باشه بو او دوانه دبه دوریان لی بکرین اکبر الكبائر و کبائر خست وانیا ادی کبائر غیر خست ولا بو دارن او دوانه دبه دوریان لی بکرین لتعریف عدالت دار لان بعض الذنوبی لا يقدح في العدالة اتفاقا شو بعزق لقناها كان باتفاق هيج زبريق واردنا كان بعدالة بعزق لقناها كان كسيا هما الكبائر غير خستة وانيا كبائر غير خست حاليبون سونا هيج زرريك بعدالة واردنا كان كبائر غير خست حاليبون سونا بوشي زرر وارد ناكا؟ نبو كبائري غير خسد مثال مثلاً مثال كتو لا فيشي الدرسة كي فيشي كتو مثلاً نظر وانك نظر لجنكي بيغانا داكي كهيج زرره كيشي لا فيدا نبي يا دروه كي تسوكا داكي كا حيت زرره بكزنا قينا يخلا خوا قناحي صغيرين خلاش دي اوني همان صغيري غير خسد اي دي كأوانا بكبيرة غير خستة نيويدة بان فانيا؟ هاي اختلافك لفزيا يعني فقط لا تسمية ولا نيودة اختلافها فانيا؟ أما دلين كبائر صغائر خستة صغائر غير خستة
أو أن دلنا أكبر الكبائر كبائر خسّت كبائر غير خسّت لا هن يكشّت حالي منسونا أو تعريفي سوم وانيا كأو تعريف السوم يا هج دردك دواناكت حالي منسونا هج دردك دواناكت يعني حتى بناء أو تعريفيا لازم دتك جناها صغيرة كان جوبر تعريفي جناهي كبيرة بكم حالي بونسونا بحالك دا أوى قابل قبولني دي معلومة تعريفي شارم كتعريف مختار مصنفة تيا والمختار وفاقا لإمام الحرمين أنها كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة قولي مختار مصنف كموافقة لقال نظر إمام الحرمينش أويك جناهي كبيرة بسي دلن هر جرمك هر جريمك كإنسانك بيك هر جرمك هر جريمك كإنسانك بيك أو جريمة خبر بدات لا خبر بدات لا كم توجهي صاحبي جريمك بدين هر جريمك كخبر بدات بكم توجهي صاحبي جريمك بدين يعني هل جناهك ككم توجهي صاحبي جناهك بدين بقينت وناصقبوني ديانت بقينت حالي قلت أنا ضعيفبوني ضعف ديانت بقينت ناصقبوني ديانت بقينت أو جرمية أو جريمة جناهي كبيرة حالي قلت أنا شو جريمك اگر كم توجهي انسانك بدين بقيني يعني تين يعني او انسانا او انسانا توجهك كم بدين دكات يعني بتوجهيك بدين زورا توجهك بدين كما يعني تين توجهي بدين كما يعني بتوجهيك زورا حالی بون سونه، پس بزمانی دیکش ده توان بیلن. حالی بون سونه، توان با عبارتش بیلن. هر گناهی که به توجهی زوری انسان که نسبت بدین بگیند. حالی بون سونه، او گناهی کبیره. جبشه، او تعریفش مشکلی که هیا. ونیا، او تعریفه حتی گناهی صغیره خصتش دگرته با. شون جناهی صغیر خیستش هر وانکه کم توجهی انسان بدین دگیند. وانیا چون جناهی صغیر خیست، آویکه خیستی مقام و رزیلبونی انسان نشان داده. دی آوا کسک او جناهی مرتکب دبید که توجهی بدین کم بی. حالی بون تونم فتصو. جناهی صغیر خصتش دقت او تعریفه. هز آواج مشکلیه. حالی بون سونم. البته لعدالت داده به هم لجناهی کبیره دوری بکری، هم لجناهی صغیر خصتش دوری بکری. ونیا. بالام جا خو اما لردن هی تعریف بو جناهی کبیره بینی نوا. خو نبی جناهی صغیره بکری توا. حالی بون سونم. هز وی آو مشکل ل تعریف کداه. وانيا بويد الاد هذا بظاهره يتناول صغيره الخسه او تعريفها بالظاهر خوي جناه صغيره خستج دغريتوا وانيا باش جاء شلون او تعريفها بالصورتي كي هنا يعني كجناه صغيره خستج بغريتوا حالي بون سونا دال اخر امام الحرمين كاو تعريفي هنا و مصنف جدير التقليدي لكردوا إمام الحرمين نيوستو فقط تعريف بو جناهي كبيرة بنتوا ويستوية تعريف بو جناهي كبيرة و جناهي صغيرة خستش بنتوا تعريف بو هردوك يعني أو جناهيك دبي لتعريف عدالة دا دوري لي بكرين كهردوك يعني حالبون سنة والإمام إنما ضبط به ما يبطل العدالة من المعاصي الشاملة لتلك للكبيرة فقط إمام الحرمين
كلا بيج مصنفي داو تعريفة شوارمي هنا وتوا قصدي أوب وكبو تعريفة جناهك يزبط بكات جناهك يحسر بكات وكعدالة لبين دبا ونيا أو مايك عدالة لبين دبا بو تعريفة حسري بكات أو مايك عدالة لبين دبا لمعاصي وجناهان ك أو ماي عدالة لبين دبا شاملي جناهي صغيري خساتي جديد شاملي جناهي كبيرة جديد للكبيرة فقط أو ما يعدالة لبين دبا فقط جناهي كبيرة نقريتها حاربون سونا لباشا بس إشكال لسال إمام الحرمين واردنيا وغام إشكال لسال مصنف واردا كهاتوا أو تعريفة فقط بو جناهي كبيرة دينتها ده حالك ده تعريفك جناهي صغيري خساتي جديدتها وانيا كما نقله المصنف هروكوشون مصنف نقلي ويكردوك إمام الحرمين ويستويتي بو تعريفيا هردو نوع لقناه حسر بكاتوا وانيا أو مايك عدالة لبين دبا چه قناهي كبيرة بي چه قناهي صغيرة خيصت بي جباش أخو مصنف بصدبي أو تعريفي فقط بو قناهي كبيرة نهينا با بلان بو هنا ويتي استرواحا مصنف بويا اللي رديت أو تعريفي ديني بو جناهي كبيرة ده حالك ده أو تعريفي بيجغ لجناهي كبيرة شديدي كاش ده قريتها أو ولا لبر راحة طلبي مصنفية وانيا أو لبر راحة طلبي يعني هيش تأملي نكرد ولا تعريفة كده وانيا هاتولي أو تعريفي هنا وانيا لبر راحة طلبي ويكدو خوي زحمتنا دا وتعريفك دقيق تربيني كجناهي صغيري خست وبرنكبي حاليبون سونا البتا بس لو جهته وتعريفي مختاري مصنفي خلافة بلان لجهته في دي كشوة أو تعريفة مختارية باشا لو جهته وكا لدو تعريفة أولا كان جامع تلا أخي قناها كبيرة كان خو فقط شش حول دانانيا وانيا وكو ابن عباس دلت قناها كبيرة وانيا لحو صدانا نزيك ترنتا لحو دانا حالي بنتونا تعداد ينزولا حالي بنتونا جا تعريفة شوارمكا جامع تلا شامل تلا لو جهتها تعريفة شوارمكا باشا نعم هو أشمل من التعريفين الأولين بلام ومزان التعريفة شوارمكا لهم جهتك وخراب بيت نوالا تعريفة شوارمكا كتعريف مختار مصنفيا شامل ترى وجامع جامع ترى لدو تعريفة أولكا حالي بنت سونا بو شون تعريفة مختاركا هم أو قناهي دقريتا وكا بخصوصي وعدي خراب درابي لباريدا اوي دقريتها وانيا هم او قناهي كحدي شرعي بودان درابي وانيا هم قناهي كيكا بيتوجهي انسان نسبة بدين بقيني وانيا بلام نحدي شرعي بودان درابي نبخصوصي وعدي خراب لباريدا هات بي اويش دقريتها بس تعريفة شوارو مكا جامعة ريدي حالي بنت سونا أو لباري تعريفة كان دا أو تعريفانان أو تعريفانان هنا هو ونيا شارف هيك شيء ترجع منه نا والله يدي هم يتصيف كذينا خوش يسيني نا لا ما خوش يسيني نا والله شو معمولا هذا شو تعريفانا دينا ذكرية تعريفة شو المكان وإذا كان فقط جناهي كبيرة بقريتها فانيا بلين أو جناهيك ضعفي ديانتك يزور بقريني فانيا جناهي صغيري خصتي ضعفي ديانت دقيني بلان جناهي كبيرة ضعفي ديانتك زياتر دقيني أختي فقط جناهي كبيرة وبرنا هذا شو السايبر هلا وتعريف عندك هلا وتعريف هذا
هر درست او تعریفانه هنا او درش او چقدر دمید؟ هر او تعریفانه هنا او لعقایدی نستفیده هر درست او انا هم لبش ترجیحی هیچ لایکی نداد نظر حقیقون سونا؟ جا او باسی تعریفی گناهی کبیره من خیند بلام او جا باسی نیو بردنی گناه کبیره کن چاو مهمترین گناهی کبیره کفره وانیا مهمترین گناهی کبیره کفره بلام لیر گناهی کبیره غیری کفر منظوره حالی گون چونه بویا اصلا کفر باز نکرد اولین گناهی کبیره که باسی دکه کل قتلی دوه داله و زینه اولین گناهی کبیره که باسی دکه کفر نیه قتله کفر باز نکاس کرد بو چون پیش باسم کرد پیش باسم کرد که لا یقبل کافر پیش کتون کافر قبول نکرد حالی بون چونه پس پیش گناهی کفر باز کردوه وانیا کدبه دوری لی بکرید وانیا جاراویه که مقبول دبید بوی دلید چو پس او تعریفانش که بو عدالت هنویت یو چوار تعریفانا لچوار تعریفه که دلید دبید لگناهی ابتا چوار تعریف نام نشتیبان کود یک تعریف بو عدالت هاتوه بله ابتا او چوار تعریفانی گناهی کبیرش وانیا چو لتعریفی لا تعريفي عدالة داكتونة دبيلة قناهي كبيرة دوري بكري وانيا دواء قناهي كبيرة شوار تعريف بو هنا حالي بون سونا او شوار تعريفانا تعريفي قناهي كبيرنا غيري كفر حالي بون سونا يعني لو بو شوار تعريفانا اما دنهويت گناهی کبیره تعریف کن، بلام گناهی کبیره غیری کفر. حالی بون سونا، گناهی کبیره غیری کفر. لوچو تعریف آن دا مقصوده. اچن تعریف کن کفریش دگر نوا ها، بلام مقصود نیا. ونی بو سون پیش لعبارتی لا یقبل کافرون دا کتونه ک کفر دبی دوریه بکری. حالی بون سونا، بو دلیل ولما كان ظاهر كل من التعاريف انه تعريف للكبيره مع وجود الايمان وانيا فس بدا المصنف في تعديدها بما يلي الكفر الذي هو اعظم الذنوب فقال كالقتل والزنا واللواط تاخر حليبون سونا كالقتل والزنا واللواط وفلان وفلان حليبون سونا دلیل وقتی که ظاهری هر یک لو چهار تعریفانی که با گناهی کبیره هنامان و ظاهر کن آواه که تعریفی گناهی کبیره بن و آنیا تعریفی گناهی کبیره بن بیچگل کفر و آنیا تعریفی گناهی کبیره بن لحالک دا که ایمان وجودی هبه ل انسان کدام لحالکی دا که ایمان وجودی هبید و آنیا ظاهری و تعریفانه آویده گینه چه بو ظاهری و تعریفانه آویده گینه بو چی؟ چون اما پیش لباره راوی دا مصنف فرموی که لا یقبلو کافرون آوی کد وانیا او جردوه که کتویتی شرطی راوی عدالتا لعدالتش داده بید دوری لگناهی کبیره بکری منظوری گناه کبیره کانی دیکه بیجگه لکفر چون کفری پیش باز کردوه كلا يقبل كافر حالي بون سونا فس دواء لعدالة دا كدالة قناهي كبيرة دوري دبي دوري لبكري يعني قناها كبيرة كاني دي كبيجغة لكفر چون كفر فيش مصنف باسي لكر دوا حالي بون سونا فس اقوابت او تعريفانش زاينا تعريفي قناهي كبيرة نبيجغة لكفر لحالك دا كإيمان وجودي هبت حالي بون سونا شاو بويا ها او توزيح يبدا وانيا او توزيحيا او يدقينتك ظاهري هر شوار تعريفك او يك تعريفي قناهي كبيرة كان بيجقل كفر حالي بون سونا او تتعريفة شوار مكا
لجهتي كدي كشوا معلومة كجناه كبيرة غير كفر منزورة وانيا شون شوكتي جناه كي كضعف ديانة بجينه يعني سي يعني ديانة كهر هيا كبر كافر نيا ولي ضعف ديانتها بسبب جناهك أو جناه كبيرة وانيا لباشا أو ديار الجناه كبيرة غير كفر منزورة شون كفر نك فقط ضعف ديانة بلكو بديني دقينت حاليبون سونا؟ جابوه دي پس ديارة گناهي كبيري كفر منظور نيا گناهي كبيري كفر پيش باسي لكراوه كدبه دوري لبكرت و راويه كي كافر بي قبول لكرت حاليبون سونا؟ پس ديارة گناهي كبيري دي كمنظورة حاليبون سونا؟ جا مصنف لا شمارش کردنی گناه کبیره کند، با گناهی که بدوای کفر دادید باید اسپید کرد. که بوچی با گناهی که بدوای کفر دادید باید اسپید کرد، چون کفر جورترینی گناه کبیره کند. وانیا دیوشا خو کفرش مصنف پیش بحثی لکر دوام، پس اجوابید لیرلا. لما بعدي ورادة بدسبيب كينما وانيا اوي كبدواي كفر دادي كتشيا فقال كالقتلي اوي بدواي كفر دادي قتلا غناهي كبيرة وكوشي وكو قتل ابا تقتلي عمدو شبه عمد او دوانا كالقتلي اي عمدا كان او شبه عمد قتلك عمد بيد يا شبه عمد بيد وكو لفقه داباس كراوا او دوانا ها غناهي كبيرا قتل عمد شبه عمد بلان بخلاف الخطأ بخلاف قتلك كخطاب بخطار بدات قتلك كخطأ به أو أصلا جناه نية شو بقابوه كجناه كبيرة به حاليبون سونا كما صرح به شريف الروياني هل وكتون تصريحي كردوا بو مطلبي فيشي إمام روياني تصريحي كردوه بو مطلبه فشه أبتا أويك إمام روياني تصريحي في كردوه أويك دلد قتل عمد قناهي كبيرة وانيا قتل شبه عمدش شبيه بكبيرة وحكم كبيرة أوي باس كردوه حالي بون سونا قتل خطائش معلومة سن قناهي حتى قناهي صغيرش نيا حالي بون سونا قتل خطأ وكو اوي كاتو اصلا هدف نيا نفرك بكوجي وانيا مثلا تو وانك با ماشينكت بخيابان دا دروي وانيا يكيك دي هوي خود كوشيب كات راس خوي داوتا بيج ماشينكت وانيا او قتل خطأ حالي بنتونا اصلا وانك نابد يا مثلا فرس كاتو مثلا لا ساختماني كي بردي كي داوي اخواري وانيا نازاني كا نفريكي ليا يعني اصلا قصد ني نفريكي بكوجي اتو نازاني نفريكي ليا بردي كي لسربانا كا داوي اخواري لو نفريك لو دبتو او نفريا دا كجري او قتلي خطأ حالي بونسونا قتل خطأ أو حالي بون سونا شبه عمد وكو أويكا مثلا أتو نفرق ليدا دي دقل نفرقي بشر دي ليدا دي وانيا ولي قصد نية بي كجي بلا مثلا مستيكي ليدا دي جابو مستي دمريت وانيا أو شبه عمد حالي بون سونا آي دي أو وانيك أخو تكراري ناوي كسي قناهي كبيرة بكا أو عدالتي نيا وراوية كقبول ناكريت أو تكراري ناوي أما لردن هي باسي قناها كبيرة كان بكين كبأنجام داني هر يقلوان عدالت ناميني حالي بون سونا جا قتل عمد وقتل شبه عمد أو أنا قناهي كبيرا بلان قتل خطأ قناه نيا أسلا وانا اللي فقه دا باس كراوة أو مراجعي بكين والزنا بالزاي زناش جناه كبيرة زنا بزه حالي بون سونا
بوه دل زینا بزی چونکو دشکره اوه ریابید حالی بون چونه زینا بزی منظوره حالی بون چونه چون اوه که مرتبه دومی هیه لدوه کفر قتله اوه که مرتبه سیومی هیه بدوه قتل داده زینه ها بوه زینا بگرین لیره جوانه حالی بون چونه او بود ترتیب سن اخوان بود چون؟ انا گناه کبیره هم ترتیب سن؟ نه همویان بترتیب نین بلام او دوانه بترتیبن لحديث داهتوا لا حديث كجدين شارح ك وانك لدواي كفر لن يغناها كبيرة كان قتل جوريا لدواي قتل الزنا جوريا حليبون صنا لحديث داهتوا لقرآن جدا أو سيانة بيك أو بس يعني ذكره كفر قتل الزنا حليبون صنا زنا باشا او دوانا مرتبه دوام و سومیان هب اتو بچه دلیلی گوه دلی قتل و زنا بچه دلیلی دلی مرتبه دوام و سومیان هب ولا بدلیل حدیث و بدلیل آیت قرآنش روى الشیخان علی بن عمر رضی الله عنهما بخاری مسلم لعبد الله بن عمر نقل عن کردوام قال عبد الله بن عمر دلیت قال رجل عن ابن عمر قال لا عبد الله بن عمر نقل ذلك كتويتي قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك نفرك فيك سعالي كركتي أي رسول خدا كم جناه لهمو جناه كان قولتنا للاي خداي فيغنبر جوابي دا وفرموي أوك شريك مثلك بو خداي دابني وبانجي بكي وانيا شريك بو خداي دابني شريك ومثل بو خداي دابني لحالك دا خدايا كأتوي خلق كردوا فس او قناهي اول شركة كفرة قال ثم ايو او بياو سعالي كرد لدواي كفر چه قناهي قوريا قال ان تقتل ولدك مخافة ان يطعم معك كتي اوك مثلا من دالكي خود بكجي لترسي اويكا تعامي دخوا دا قلتو وانيا لترسي اويكا بخيوي بكي وانيا البتا هر او منزولني هر مطلقي قتل منزولا قال ثم ايو قال ان تزاني حليلة جالك او بياوكتي لدواي قتل شبناه قولي فرموي اوكا دا قل جني جيرانكت زناها بكي البتا مهمية كجني زنا بها دا قل جن دا قل جنيكي بيقان زناها بكي أو مرتبة سيوميها فأنزل الله عز وجل تصديقها جاء خداون دي متعالش آياتي كي نازل كرد كتصديقي أو سي قناه دكات كا قورترين قناهي كبيرنا وانيا آياتك چيا آياتك أويكا دفرميد والذين لا يدعون مع الله إلها آخرا ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ونيام إذا ما كيت يا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ونيام كسيك هل كسيك يكد لو سيانا أنجام دا أو وانك قناه تاوانك قوري أنجام دا ونيام توشي قناهك قوربوا خدایی که دیگه بانگ نکن به جگل خدایی یعنی شریک و مثلی با قرار ندن وانه که گیانی که خدا حرامی کردو هم نای کجن مگه به حق وانه و زیناج نکن او کسانا وانه که مسلمانی راستقینه نکه خدا لیان خوش بید وانه واللیواتی او دفعي قناهي كي ديكا كشباهتي بزناهي لواطا وانيا لواط بوشي قناهي كي كبيريا بوشي قناهي كي كبيريا لأنه مضيع لماء النسل كالزنا وانيا ولا لواط بوسر زنا قياس كراوا بوشي قناهي كي كبيريا شنكو لواط زايع كنندي منيا همان آوی کی که نسل انسانی لی پیدا ده بیر زایع کننده ای آوی منیا لیوات وانیا لیوات بوی گناهی کبیره چون
زايع كنندي آوي منيا وكو زنايا بالي ونيا أخلى الزنايا جدا آوي منيا كزايع دكري شون أو من داليك لزنا فيدادة بيدخو نسبكي سابتنيا حالي بنتونا بس لواتج وكو زنايا زايع كنندي آوي منيا كابراد الله جاباشا مثلا فرسك استمنا كردني بياو بوسيلي دستي جناكي خوي وانيا لوش آوي مني زايع دكري ادي بو قناهكي كبيرانيا حتى حلاليشا استمنا كردني بياو بدستي جناكي حلاليشا يا عزل خو كيشانوا لوقتي انزال مني دا مكروها واني اصلا حرام نيه چه بقى بويك قناهي كبيره بي حالي قلت انا بس اقوابت دليلك برك زعفي تدايا بلاي والا لوات اوي يعني مني زايع دكا من دباش اخو عزليش خو كيشانوا لوقتي انزال مني دا اويش مني زايع دكا منيك درجة دروا حالي قلت انا يان لا استمنا كردني بياو بواسطة دستيج نكي لوجه دا من يكزايع دا بادي بو اوان قناهي كبيرانين طالعا بابا اخلي لك قيديكي دي كزياد داكين لوات مني زايع داكات لجماعيكي حرام دا وانيا جاء وقتي وكو زينا ويا لزيناش دا مني زايع داكري لجماعيكي حرام دا لوات ايكي حرام دا حالي بون سونا بلام خو وقتی که پیاو جمع دکل جنکی خوی دکات دو عزل دکات خو جمع که حرام نه جمعی ولا دکل جنکی خوی با منی ضایعش بکری پس بتنی آمد دنیا لیوات مضیع لما النسل بوطء حرام او قیدش دو بزیاد حالی بون سونا لویدا قیاس دکری بوسر زینا حالی بون سونا أنا أقول لك أن هذا هو المكان الذي يحصل على 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 المكان الذي مذهب أمريكا اللي تعبيره بنا. أبنية الحديث ده هيدي من صدق كاهنا وأنيا أو أتى امرأته في الحيز وأنيا أو أتى امرأة في دبورها وأنيا فقد برئ مما أنزل على محمد. أو هل بحديث ثابت كاللوات حرام؟ بلام جابو گناهی کبیره چون شباهتی به زینه هست زینه گناهی کبیره پس اگوه به لیواتش دوید گناهی کبیره خو حدیثا قانه که ایدی امام احمد و نسائی و ابو داود و ترمیزی هر چوار نقل کردو حالی بون چونه؟ پس او معلومه که لیوات گناه و حرامه بلام بو به گناهی کبیره حسابی دکین چون قیاسی دکین بسر زینه شباهتی به زینه هست زینه گناهی کبیره أقوابت لواط إجدابة قناهي كبيرة حالي بون سونا البتاء لباري وانيكا لواط دا قطعن قناها وانيا بلام لواطي بياو لقل جناكي خوي أو بحسي لسا بياو لقل جناكي خوي بوخ بعيش يعني مثلا اختلاط يعني ادوز يعني والله وانك بعض قولك نقل ذاك دلا او حديثانك نقل كراوه او حديثانك دلا نقل كراوه لباري لواتي بياو لقل جناكي خويدا لا لقل جني بيغانا حرام معلومه بلا لواتي بياو لقل جناكي خويدا او دلا او حديثاني نقل كراوه كلا ضعيفا امام السيوتي واضح وانك لن براسيش ده باز ذكاء دلوقتي بقرآن ثابت نية ب وانك
حديثش ثابت نيا دل شنو حديثانه كله باريدا نقل كراون وكو إمام السيوطي كتويتي هم يان ضعيفا وكو مثلا وانك لا بخاري ولا نسائي نقل لك إمام السيوطيش كاو حديثانه ضعيفا حديثي لواتي بياو لقل جناكي خوي دل بإجماع ثابت نيا چون دل نه صحابه دا بعضه که کلیواتی پیاله گژنکی خو هم پی حلال بو وک مثلا عبد الله ابن عمر لنی او چار مذهب کانش دا امام مالک پی حلال حالیون سونه البته او نبراس و دا ها بلا ما من مطمئن نیمه کو نقل انا دروز بن امام مطمئن نیمه که عبد الله ابن عمر بحلال زانیبه امام مالک بحلال زانیبه هچ نبراس و دا وأني لإمام السيوطي نقل ذاك دلهم أحاديثي روايات كراون وباردة هم يان ضعيفا دل إمام السيوطي وايكت وزايدا دبق سكشي راز بيدي لخو نقل لك أدخو وأني بلان دعاية كدل إجماعي لسرني أمن زياتر ديتوما بإجماع ثابت إذا كان كلواتي بياو لقل جناكي خوشي حراما بإجماع ثابت إذا كان أو دل إجماع جنية شن عبد الله بن عمر في حلال ولني وصحابة لن يوصل مذهب كان إمام مالك به حلال هو ظلم مسألة أو نقلانا معلوم يدرس بن فانيا معلوم يدرس بن جاءوا جي تحقيق هذي بتوان تحقيق كان سر مطلبي حاليون سنة إذا إنسان تشتكي لي مطمئن جنبيد ناتوان تحقيق كلا باردا من تحقيق من نكر دوزياتر هلا نبراز داو ميتوا أنك ديار علماء زورج مخالف زور مخالف حاليون سونا هز أولا لواد شباهتي بالزناها هز وكو شون زنا قناهي كبيرة أو جدب قناهي كبيرة وانيا أويك دوما وقد أهلك الله دليلك ديكا لسرويك اللواد قناهي كبيرة أويا بخصوصي وعدي خراب دراولة باريدا وانيا وقد أهلك الله قوم لوط وهم أول من فعله بسببه كما قصه الله في كتابه العزيز خداوندي متعال قوم لوط لبين بر كأول أول كسانق كليواتيا أنجام دا بوتش لبين بردن بسبب لواتك وكوشون لقرآن دا بما نقل دا كودي يرتو كارد الجماشة أول مربوط با مربوط به دین کانی پیش اسلامه چرابتی که به دین اسلام وای دلیل آخر دلیل اشاراتن او فهم دکرین که خدا تهدیدی مسلمانانش بکار سر او عملیه چون او داستانیان هدفی چیه که داستانی قومی لوتیان بود دگیرت ول قرآن دار هدفی اوی بلد اون به سبب او عمل پیسیان عذاب دراون حالی بون سونا پس انگوش دبی بترسین شاءوا تهديدا انقوش دبي بترسين كاجر عملك وانجام دن عذاب خدا عذاب تابدا حالي بون سنة جالبتها مسألة لواتو اوانش هيتشكا وانك لواتي بياو دقال جناكي خوي حتى لواتي بياو دقال بياو واني الهن لا زماني مدى بعضك زور دفاعي لنك حتى نفرك يراني هيا اني اراج نراقي هو تشال مقالي نسي ولو باري دام ها نظام گیک مراد داوال خویت کا اور کہ قبول یا کا کرنا جابتا مقاله کان خندو تو بعض رد کی شان لمقالات یونسی و بلان هر واقعا ونک زور قسی ونک بی معنا و دلیل ضعیف او انا دینه تو دوایی حتا دیت وانك حتى دي استفاده لا اتكان القران ونجدكات يعني سعيدك جورج معنا بكات وكبلت نزل القران اويك اللوات هيج مشكله كينيا لوات كاريكي حرام نيا كاريكي غناه نيا وانيا جا وانك دي انسان ده بلي اغادر بي او فكرش هيا جا وانك مقالاتك او تباتبائي وانك دودانا ردي شاكي نسي ولا سر مقالاتي وي لو تا رد كان زورجني او دا صفحينا دودانا ردي باشي نسي وان يشتريش يجمجر مزرعك وانك نا او
أو جولي أو دفاعي لذا كان قديم أو دفاع لنا كردوا تقريبا فلاسفة قديم وجديد همويا بكاركي غير أخلاقي عندنا بكاركي يعني بكاركي خلاف طبيعتي إنسان عندنا وكتو يعني خلاف طبيعتي إنسان يعني همو كان كاركي ممنوع بوا يعني لفلاسفة قديم وجديد يعني لإفلاطون وأرسطو وبقرا تا فلاسفة جديد همويا منعي دكن طبعا ليوات كاركي درست نيا والله ميديا وبعضي كشان أو كابرا دفاعي دك جاء يعني مهم نيا ها بصوشتكاني بلا إنسان بوية دبلي أغاربية چون استفادة لآيات القرآن وانش دكا يعني ديت آيات كان جوريك تأويلي عندك جوريك معنى عندك توكا قرآن نظري مخالفي نبدك الليوات حالي بون سونا؟ سروش جزار التوقف يقول خواهر أنا والله إيش توقف لك أيش نقول لي بوا شو ملي بوا لا مالك كده سؤال اللي هذا برسن دالله والله عم تحقيق النفذ أبا تأو واني بنيا أما تهمتي لنا دين أو منزوري لجنبي دينية كونية لجنبي دينية كون معلومة إلا جنبي أقلي و تحقيقي نكردو كابتواني بحثي لأبكات أنا معلومة منزوري يونية فالجنبي دينية كي معلومة وشرب الخمر يكيكي ديكا لقناها كبيرة كان شرب خمر خوارنوي خمر حتى اگر يقتر بيد وإن لم تسكر لقلتها حتى اگر أو خمريا إنسانج مزنكا لبر كنبوناكي مثلا يقتر بخويا هل قناهي كبيرة مستيشد نكات خمر بسيطة لن شرابكي كالتري دروز ذكرين وانيا خمر بسيطة كتري وهي المشتدة من ماء العنب زميلي هي ابو خمر دقرته مؤنسي معنوية با وانيا شرابكي كتندبت مشتدة يعني تندبي وانيا خصدبت خصتا اوي كتندبي وخصتا لآوي تري حاليبون سونا شو بس خمر دقل نبي شفقي كيها خمر بوي دلن خمر لآوي تري دروز ذكري حالي بون سونا لآوي تري أوي كلا وأنا كآوي تري دروز ذكري ودعاء تون دبي خص دبيت وأنا بوي دلن خمر حالي بون سونا شون آوي تري نا نا وأنا كبيدي يعني إسكاري هبي ولا مثلاً آوی تری خو هب میوهی دی خو حرام نیه نه خدا آوی تنده بید لآوی تری نه مثلا که آدم میوش بینه تو نه میوش نگره تا آوی تری کنه نه والا او ما او زبیبه او وبر نویزی دکره تنها آوی که خمر فقط لآوی تری دروز دکره من بوی تأکیدم لسر کرد وانی هم باسی نویزیش دکر و مطلق المسکری الصادق بالخمر و بغیرها مطلق مسکریش كهم بخمر صادق دبير هم بغير خمر وكو نبيس حاليبون سونا البتا النبيزي كي كمسكير بي حاليبون سونا اوش خوارناوكي قناهي كبيري مطلقي مسكير خوارناوكي قناهي كبيري كبخمر صادق دبي مسكير با نبيزيش وانيا غير خمر وكو تي غير خمر ولا كالمشتد من نقيع الزبيب شو زبيب المسمى بالنبي اويك تندب وخصدب لا لا لعصاري لعصاري ميوش واني لآوي ميوش لعصاري ميوش اويك تندب وخصدب كاوش او اختي بالنبيز نيو دبردري حالي بنتونا بالنبيز نيو دبردري حالی بون سونا او شرابی که لآوی میوش پیدا ده بی او به نبیز نیو ده بلگری حالی بون سونا باشا تو چه دلیلی کتا یا که مطلقی مسکیر خوارنوکی گناهی کبیره یا اوش دلالا دلیلم حدیثی پیغمبره لحدیثی پیغمبر ده خوارنوی مطلقی مسکیر وعده خراب دره ولا باره ده بخصوصی وانی هم باشا مطلقي مسكير خمر دقريته ونبيزيش دقريته أبتا نبيزيكي كمسكير به حالي بون سونا قال صلى الله عليه وسلم إن على الله عهدا لمن يشرب المسكرة أن يسقيه من طينة الخبال
في غمار صلى الله عليه وسلم فرمويتي لحديث يقدام أو عهد بيمان لسر خداي كأو كسي مسكيرك بخواتوا خمر بيا نبيز بير شو مسكير بخواتوا خمر بيا نبيز بير أو عهد بيمان لسر خداي كعرقي بدني أهل جهنم دخوار دي أو كسي يقدام وانيا او عهد بيمان لسر خدايك عرقي بدني اهل جهنم ارقي بدني اهل جهنم كزور ناخوشا او عهد بيمانك لسر خدايك درخوار دي او نفريد دات ك شرب مسكيركي كردوا قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال صحابة سؤالا كربت يا رسول خدا طينة الخبال چيا كخدا درخوار ديو إنساني ددا قال عرق أهل النار فرموي آرقي بدني أهل جهنم رواه مسلم أو حديث مسلم نقلي كردوا حالي من سونا شو فقاع شيء فقاع وانيا أني مطلقي مسكير خمري دقريتوا نبيزي دقريتوا وانيا فقاعش دقريتوا فقاع بشي دلن او شرابيك لحبوبات بدز بيت وكو جنم جو زرات حليبون سونا او شرابيك لحبوبات بدز بيت لدنكا كان بدز بيت وكو جنم جو اوانا بميدالا فقاع العربي دا حليبون سونا او اوني ومخصوصاني امو بكار دابا البتا زاري واشا بيجغا لخمري او ايديكا هموي نبيزي في دكتوري بيجغا لخمري او ايديكا هموي نبيزي في دكتوري جا چلا ميوجو خورما بدستتين ابيت چلا او شرابيك لحبوبات بدستتين ابيت هموي جاريوا نبيزي في دام حالي بون سونا مشروبي كده انا مشروب انا مشروب انا مشروب انا مشروب انا مشروب أما في حديث أبي لمن يشرب المسكرة يكاتا كما كينا عبيتو كمان و كم قال ما مسكرة دي مسكرة كم بيا زور بي مستد بكا يخو كما كي مستنا أخنا كما كاش أغا مستد بكا أغير جاري وايا شرابة زور قوية يا بو كسيكي كا تازكارا هاني أو كم يكيش مستيدا كار بعض كسك بكمك شراب إيش مصدر؟ نيا شراب كلا وأنا قوي بيه. فنيا قواردني. الله من الدنيا زوديته. حليبون سنا. أما شرب ما لا يسكر لقلته من غير الخمر فصغيرة. أما خوارنوي أندازيك كإنسان مزناكت. خوارنوي أندازيك. أبتا أندازيك للنبيس ها وإلا خمر كتي چه قليل و چه كسي يقترش بخويا ومستيشدنكا هر قناعي كبيريا وانيا چون أو بدليل قطعي حرام قناكي ثابت بوا أما خوارنوي شتيكي كإنسان مزناكات خوارنوي أندازيكي كم للنبيز كإنسان مزناكات لبر چي مستيناكا لبر كم بوناكي أندازي نبيزك كم بير لغير خمر دا وانيا او فصغيره غناي صغيره غناي كبيره نيا صغيره خسته جنيه حاليونه سوانا چا ونکا اندازه کی کم لنویس که انسان مزنکات او گناهی صغیره البته بچه مذهبی کلن او قصه دکه او قصه ضعیفه بینا به مذهب شافعی نبیزیش درست وکو خمر وایا اگه بینا به مذهب شافعی به نبیز درست وکو خمری وایا هر وکو چون خمر کمکی و زورکی هر گناهی کبیره بی خویه وایا نبیزیش وایا
بين مذهب الشافعي او قول ضعيف لركوتيه الشارح منهم نبيزي جو خبروا اجا بنا بمذهب حنفيه كان جبله بنا بمذهب حنفيه كان اصلا غناهنيه بنا بمذهب حنفيه كان او الاعتقاد ان هيا اندازيكي كم لنبيس كانسان مزنك اصلا غناهنيه حلاله ثانيه شخص اجا بنا بمذهب ده بنا بيك لو دو مذهبنا اجا بنا بمذهب الشافعي بيت غناها كسر لنيا ولا دي سان كبيره يعني اجا بنا بمذهب حنفيه كان مثلا غناهنيه غناي صغيرشنيه اس بيان حلال اوان اوان دهن اندازه كي كم لنبيس كانسان مزنكات حلال بيخويلا حالي بن سنه انا مالك كان شر كبير شلون بنا بمذهب مش كبيره بنا اسلام المالكيه كان هر كبيره حالي بن سنه نسيبك لكن المقرر عند الشافعية في الفروع كون ذلك كبيرة لا مذهب الشافعي جدا أويك تثبيت كراوة أويك هل قناهك كبيرة نكسة بيلا حالي قلت هنا أبتا يك دفاع دتواني ممكن يك شد دتواني بغين دتوانين بلين شو شاف وانك الشافعي كان خوانوي نبيزي كي قليل كإنسان مزناكات بيان جناه كبيرة حنفي كان بيان حلالة وانيا جا ذكري بلين ليه ربويك تويتي جناه صغيرة أولا أو قولك ضعيف لا مذهب الشافعي ده أويك دوما دتوانين بلين وانيا دتوانين بيلين منزوري اوايا قناها كالصغيرة يعني اقر شافعيك وانيا اوشتل حنفيك دا ببينيت وانيا ديار حنفيك في حلالة بلا ماقا شافعيك اوشتل حنفيك دا ببينيت وكو قناهيك صغيرة حكمي بوددات فاصدال عدالة انسان حنفيك نافوتي وانيا دلا وكو جناهك صغيرة حكمي بوددا وإلا حقيقة لمذهب إنسان الشافعية كذا جناهك كبيرة وانيا طلا وكو جناهك صغيرة حساب دك لا لديدي خويدا بو إنسان حنفية كا وانيا أجل إنسانك حنفية وش تبينت وانيا شرب نبيز قليلا كا كمزناك أبي وكو جناهك صغيرة حساب دكابو إنسان حنفية كا شل مذهبي ودا أو أصلا معتقدة بحلال بون فز وكو جناهك صغيرة حساب دكابو إنسان حنفية كا أجوابت عدالة إنسان حنفية كا ساقد ناكت وانيا دل أو جناهك صغيرة بوي وانيا شن أو معتقدة بحلال بوني نبيزة قليلة كا وانيا فز أجوابت عدالتكي لبين ناتي حالي بون سونا دتواني آواش تأويلي بكي قاضي زكريا وانا وا تأويلي دبا حالي بون سونا ولي حبوبات وشيش بيها لقران هلوايا لمذهبي حنفية الحوالي هلوايا خلاصة وقولي زعيف لك وانك اوال وأنا كسوق راحة ريدي أو قولي ضعيفة الله يعلى شرب نبي زكي قليل كإنسان مزنكة أو جناه صغيرة بمذهب الشافعي كان هل جناه كبيرة بمذهب حنفية كان سن جناه حلال